غدا بالليل عندكم موعد مع حلقة جديدة من الموسم السادس من جزيرة الكنز، حلقة اللي غنتعرفوا على أبطالها تيتسويت. ونبدأوا بأول مشاركة، ممثلة بنت الرباط، تعرف على الجمهور فيلم ألف شهر. آخر مؤشر، كانت واحدة من بنات الحاج عمار في مسلسل الإرت، هي هاجر المصدوقي. ودابا ندوزو لتاني مشارك، ممثل ولد الدار البيضاء، تعرف على الجمهور فيلم يا خير الله. آخر مؤشر، لعب بطولة فيلم قلبي بغاه، هو عبد الإله رشيد. هاجر وعبد الإله غيكون معاهم سعيد أيتباجا، فازي سعيد سعيد، مريم، على الجبره كاين الحنش نشر، وجعفر. جعفر الزربه، جعفر علي. تابعوهم غدا بالليل في جزيرة الكنز حصريا على دوزام.